بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الجديد نتكلم به حول موضوع يعتبر واحد من أهم المواضيع والأكثر تساؤلا في عالم السيدات، تبييض البشرة. كثر هي المساحيق وكثر هي الوصفات، وللأسف الشديد كل هذه الوصفات تؤدي إلى دمار للبشرة، بل عند انتهاء هذه الوصفة يؤدي إلى دكانة أكثر وليس تبييض. المنتج المشهور جدا أو المادة المشهورة جدا في تبييض البشرة للأسف كيميائيا تسمى الهيدروكينون، وهذه توضع بكميات حتى تساعد على تبييض أسرع للبشرة. للأسف الشديد أيضا أن هناك يعني إقبال شديد اللهجة على هذه المكونات أو هذه المستحضرات لأنها تعطي نتائج بسرعة بغض النظر عن سلبياتها، سواء بعد ذلك في دكانة البشرة أو تهتك الخلايا والأنسجة في نطاق البشرة. ولكن لو نظرنا حولنا في المنزل لوجدنا منتج ولا أجمل من ذلك، يؤدي الغرض ويحافظ دوما على نضارة وتبييض البشرة ويعطي أمرين، نضارة وتبييض. ولو استخدمناه في أي مرحلة عمرية لا يوجد مشكلة. في مستحضرات التجميل دائما نشدد أن الصبايا والأعمار الصغيرة لا تستخدم هذه المنتجات، ولكن هذه الوصفة التي سوف أقدمها اليوم من محيط المنزل لا بأس من استخدامها في حال وجود أي دكانة للبشرة أو حتى وجود الكلف البسيط للبشرة. ما هي هذه الوصفة؟ إنها قشر الموز. قشر الموز، الموزة، كل موز متوفر في كل بيت دائما، يعني تقريبا لا ينقطع صيفا شتاء من المنزل. نأكل الموزة والقشرة، الجزء الأبيض الجزء الداخلي منها، نقوم بفرك إيش البشرة وانتهت الوصفة. بدكم أبسط من هيك؟ وصفة آمنة، وصفة سريعة المفعول، وأسرع بمراحل من الهيدروكينون، والأجمل من ذلك إنها أيضا وصفة وقاية، فأنا لست بحاجة إلى تقديم أكثر من وصفة أو استخدام الآن لإزالة مثلا الدكانة وبعد ذلك أستخدم وصفة أخرى لإيش؟ لتبييض البشرة. بالطبع مقومات الاستفادة من هذه الوصفة يجب أن تحترم، هذا قانون وذكرناه في أول لقاء بيننا، وسوف يكون هذا إن شاء الله الرابط موجود في صندوق الوصف دائما، لأنه يعتبر البنية التحتية لأي وصفة، فمن الممكن جدا عدم احترام هذه المقومات وتقول لي والله أنا استخدمت قشر الموز وما استفدتش. طب ليش؟ لأنه في احترام للمقومات لم يتم. فزوري هذا الفيديو أولا واستمعي إليه مرتين وثلاثة وأربع وكلما دعت الحاجة حتى تثبت هذه القواعد وهذه المقومات دوما. واحدة من أهم هذه المقومات سوف أركز عليها الآن لأنها هامة جدا، وهي تنظيف البشرة. تنظيف البشرة من أعباء عمل المنزل، من الجراثيم المتناثرة هنا وهناك، من بخار المطبخ، من المكياج، من التلوث، من البيئة الخارجية. كل هذه مظاهر تلوث، يجب أن نحرص على تنظيف البشرة بشكل ممتاز جدا جدا. بعد ذلك نأتي بقشر الموز من ناحية البيضاء ونبدأ بفرك البشرة بصورة تدريجية منظمة، وأنا بفضل دائما
أي مساج وأي فرق لأي منطقة من مناطق الجسم لأن يكون عكس عقارب الساعة وليس مع عقارب الساعة، وليس بشكل يعني فوق وتحت، دائما بشكل دائري وعكس عقارب إيش الساعة. ليش؟ لأنه بيعطي مظهر من مظاهر الطاقة وتحفيز الطاقة، وتكون الاستفادة من هذه الوصفة أكثر من لو استخدمناها بالطريقة إيش عشوائية. قصة الفرق العرضي أيضا هذا غير محبذ، هذا اسمه إثارة، تمام؟ دائما المسح والتدليك يتم بإيش بلطف بحنية شوية، تمام؟ لأنه هاي برضو بشرة وهاي خلايا بسيطة، وإن كانت درجة الدكانة عالية لا تستعجلي، كل هذا حيتم بصورة جميلة جدا. أما المدة الزمنية فهي لا تزيد عن 5 إلى 7 دقائق بالكثير، يعني 5 دقائق أنا بفضلها دائما كمتوسط وقت زمني، ممكن 2 3 دقائق للي كمبدأ وقاية اللي بشرتهم يعني كويسة أو نصف ونصف أو حابة تكون في عندي نضارة، والناس اللي عندهم كلف ودكانة ممكن يزيدوا تصل إلى 5 6 دقائق كما ذكر. هذه وصفتنا لهذا اليوم، ونأمل أن نلتقي بك سيدتي في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.